باهي قبيلة كملنا قبل نص ساعة شوية مناوشات مع الجمهور اللي حكينا عليهم، لكن الجمهور هذا اللي صارت معاه برشا حاجات، بعض تغنى باسمك وظهر تبدلت العلاقة. تبدلت مش 180 درجة، تبدلت شو هذاك هو معناها يزمك معناها باش ترجعهم، معناها ترجعهم ورد معاك معناها بالحاجة الباهية، معناها يزمك معناها باش تفرحهم، خاطر هما كيفاش يفرحوا معناها هما ماهوش كيما ما نعرفش انا راك ماكش تخدم في حاجه اخرى، انت مثلا كسي ما نعرفش انا كوزير كسياسي تخدم معناها في تانا باش تفرحها في تانا. نسمع وش غنى عليك جمهور الاسبيرونس. لا 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 والله يا بني علاش لك يا الغالي تبعك العين في راش الطراش يا ولدي عشرة سنين واحنا عينين بالغرامة وبالبلاد عشان عين كامورا عجيب عالمي وقت يدبي ساعة البابور. ما نعرفها شافي، تعرفها انت ولا؟ نعرفها بعث سمعت. اما الاكثر معروفة هذي مسيه لسعد جوري في قلوب الجمهور. أول حاجة مش أحكي لك على حكي على سعد وقيلة ليه ليه فما ماش ما تشوفت وقت جيت كفرور قبل ماش فهمت مع خليل معنا بشي شوت هو فهمت قال لي خليني نشوط معاك مني جيت معنا معاش نشوط معاك قلت له أخوي إجا شوط الكفرون الأولى اللي بشي جي نتفرق أنا مع بن جردان وال مع بن جردان في راتس جات الكفرون يا اخي وقت يسمع الجمهور يغني في الاغنيه قال لي لا يا معلم شو تبدي معلم بايعها ما عاد نبدا ما خليهوش معلم قال لي برا اخوي شوت ما عادش تقول لك شوت جمله اخوي مشى اخوي يرجع باهي اما قلت لك سعد ظهري مش اي ملاعب يدخل قلوب الجمهور بالصفه هذه وبعد ما كانت العلاقه كما كنا نحكي وتقلبت 180 درجه ولا غناء عليك ونجم الجمهور الاول وليد اي بطبيعه تفرحهم انت معناها بزبون توي سيرتو الماتش بتاع الاهلي معناها اللي ظلموا معناها الوقت هذاك معناها حشتهم شكون معناها اللي ياخذ لهم معناها بالثاره نتاعهم فهمت وقت اللي لعبنا من غادي وقت اللي لعبنا في مصر بالرسمي معناها تشوف الظلم كيفاش عملوا في زبينيتيات وكرتونات وواحد وكيفاش يحكيو في الصحافه نتاعهم وفزنا على الترجي وباش نفوزوا على الترجي في رادس والترجي دونك هما وقتها معناها في الغسره هذيك حشتهم بشكون معناها يجبدهم والحمد لله معناها كيما صحيح يعرفوا العباد الكل معناها غير شنو صار في الماتش. في اللي كوفرون قبلك تحكي ظهر لي حتى شبوك بلا قضيه هما لما حنا شبوا معناها باللي يحبوا بعدين لكن معناها بالرسم معناها جمهور الاسبرونس المحبه اللي حباني معناها ما تشتريش بالفلوس ما تنجمش تاخذها بالفلوس وما تنجمش المحبه هذيك كي انا تو كي نخرج الشارع ويقولوا لي معناها يرحم والديك جوستومون حكينا في الشارع كيفاش في الشارع تشوفهم بالرسم جمهور الاسبرونس ساعه جمهور الاسبرونس موجود في البيس كل في السعوديه موجود في قطر موجود بالرسم في السعوديه شفته معناها في مكه في الرياض في جده في هكا في جنوب في شمال في اي بلاصه فما جمهور الاسبرونس ما تغشوش عليك خليتنا لا ولا بالعكس اللي خرجني يقول لي خويا مشيت الله يرحم والديك هذه اكثر كلمه سمعتها انا ملي خرجت برا الله يرحم والديك صحيح سورتو جبت دو تيتر كما بطوله عربيه ولا نهائي نتاع تشامبيونز ليغ